السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروة من لبنان. أتقدم بجزيل الشكر لقناة تان منتس وللمدرب يوسف الحوراني على ما يقدمه لنا من اقتباسات رائعة في محور تطوير الذات وتطوير المشاريع الصغيرة. لقد تطور مشروعي بشكل كبير، حيث أنني تابعته لفترة طويلة، تابعت اقتباساته وحتى كورساته والبث المباشر الذي يقوم به على صفحته على الانستغرام، لقد كانت نتائج رائعة حقا. أنصحكم بالأخذ بنصائحه والاعتماد على كورساته، وستجدون الفارق في فترة وجيزة.